جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها طائرات لنقل الركاب جوا من أوبر بحلول العام 2020. تخطط أوبر لنقل ركابها بطائرات كهربائية مخصصة تدعى بوتل، سيتم تجربتها لأول مرة في عام 2020. ومع نجاح التجربة خلال شهر أبريل نيسان الماضي، تأمل أوبر أن تستطيع استخدام تلك التقنيات في 50 طائرة تشكل الأسطول التجريبي الذي سينطلق بعد 3 أعوام في دبي وولاية دالاس. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية، سامسونج تطور هاتفا جديدا قابلا للطي. جاء في تفاصيل الخبر، كشفت تقارير جديدة أن شركة سامسونج تعمل حاليا على تطوير هاتف جديد قابل للطي، الذي يعد خلفية لهاتف W2017 القابل للطي الذي كشفت عنه الشركة العام الماضي، إذ حصل الهاتف على ترخيص لجنة الاتصالات الصينية. صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم فيلم قراصنة الكاريبي الخامس يتصدر شباك تذاكر السينما. تصدر الجزء الخامس من مغامرات قراصنة الكاريبي إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية في نهاية الأسبوع الأول لعرضه، بحسب ما أظهرت أرقام مؤقتة نشرتها شركة إكزيبيتر ريليشنز المتخصصة. ومن صحيفة القدس نقرأ مشاهدينا، جوجل توفر خدمة الموسيقى مجانا لمدة 4 أشهر. قدمت شركة جوجل عرضا مميزا للراغبين في تجربة خدمتها الخاصة بالموسيقى جوجل بلاي ميوزك، إذ منحتهم إمكانية تجربة الخدمة لمدة 4 أشهر بشكل مجاني، وعند دفع اشتراك شهري يبدأ من $9.99 أمريكي يمكن الاستماع لأكثر من 35 مليون أغنية دون إعلانات. وختام هذه الجولة الصحفية مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية، وجهاز للتخاطر عن بعد. ابتكر باحثون بريطانيون جهازا للتخاطر عن بعد يتيح التواصل بصمت بين شخصين يبعدان عن بعضهما بعضا 30 مترا، ويستخدم هذا الجهاز القابل للارتداء الموجات فوق الصوتية لبث كلمات مستخدمة إلى الشخص الآخر دون أن يسمعها أي أحد آخر، ويمكن استخدام هذا الجهاز لمساعدة الجنود في المعارك على التواصل بسرية تامة، وأنهم يختبرون مكبر صوت آخر يعمل تحت الماء للغواصين.